لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد في عالم الطب النفسي وعلاج الإدمان. الكوكايين. منذ 300 عام قبل الميلاد عرفت البشرية هذا النبات الأخضر المسمى بالكوكا وتأثيره على المزاج والحالة النفسية، وشيئا فشيئا تحولت تلك الأوراق الخضراء إلى بودرة بيضاء شديدة التأثير على خلايا المخ والجهاز العصبي. يؤثر الكوكايين على ناقل عصبي في الدماغ يسمى الدوبامين، ويمنع الخلايا العصبية من إعادة امتصاصه سريعا، فيتسبب في ذلك الشعور المؤقت بالسعادة، ولكنه يتسبب على المدى البعيد في تلف خلايا الدماغ والإصابة بالهلاوس والضلالات. وكلما زادت عدد مرات التعاطي والجرعة المأخوذة منه، كلما زادت مدة بقاء الكوكايين في الجسم وطال تأثيره المدمر على خلايا المخ. ويمكننا أن نضع مدة متوسطة لبقاء الكوكايين في الجسم، فمدة بقائه في الدم تصل إلى 24 ساعة، أما مدة بقائه في اللعاب فتصل إلى 4 أيام، ويبقى في البول لمدة تصل إلى 3 أيام. أما متوسط بقاء الكوكايين في الشعر فيتعدى ذلك ويصل إلى 3 شهور. لهذا دعنا فضلا نجلب لك الأمل، فأينما تجد الأمل تجد الحياة.